المشاهدون الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. هذا برنامج جديد من نوع جديد بفكر جديد، برنامج نوعي أسميناه تعالوا نمزق. من خلال هذا البرنامج يجب أن تكون الإضافات الحقيقية لمفهوم الثقافة الموسيقية التي يمكن أن تسهم في حياة الناس وتجملها وتضفي عليها كثير جدا من عناصر الجمال. الموسيقى مخلوق رباني جميل، كلنا بنعرف قيمة التأثير التي يمكن أن يوجدها في نفوسنا. نحن من خلال هذا البرنامج ستكون هنالك محطات متنوعة، بالضرورة إنه نتعرف على أشكال متعددة ومتنوعة. أنا وإنتو وفريق العمل أهلا ومرحبا بكم ومشوار جديد. الموسيقى الآلية مفاتيح حقيقة، بالضرورة إنه تكون هي مفاتيح إنسانية قيمة لا تخلو من مفاهيم الجدة ومفاهيم الأثر ومفاهيم الذوق ومفاهيم الراحة والترفيه ومفاهيم التعليم والمعرفة. فلما أي شخص يستمع إلى موسيقى بحتة، بالتأكيد في مننا من يسرح، في مننا من يخلق مشاهد فيلمية في ذهنه، في مننا من يسترجع حياته القديمة، ومننا من يحلم بمستقبل آت، وكل واحد فينا بيرسم المشاهد وبيرسم ما يراه وما يتوافق مع طبيعته الآدمية، خاصة وإننا مجبولين على قيم الجمال وقيم التعاطي مع الجمال. فمن خلال الموسيقى البحتة أنت وأنا وكلنا بنوجد قيم حقيقية لمفاهيم الأثر النفسي لهذه الموسيقى. تعالوا نمزق، تعالوا نمزق بمعنى تعالوا نشعل جوانا الموسيقى جمال وقيم
ومعارف ومفاهيم، وبالضرورة أن هذه المفاهيم وهذه القيم ترتفع بنا لمصاف الآدمية الذي خلقنا عليها الله، في أنه وصفنا أنه إحنا خلقنا في أحسن تقويم. على ذلك أنا برأي أنه الآلة الموسيقية يمكن أن تكون مفتاح ومفاتيح لكثير جدا من تغيير مظاهر حياتك، سواء كان هذه المظاهر ممثلة في ملبسك أو مأكلك أو مشربك أو تعليمك. فبالضرورة أن هذه الموسيقى تخلق فيك قيمة الجمال، وتعلي من شأنك وتعلي من شأن مفاهيم الآدمية حقتي وحقتك. إخواننا، نحن بنتعاطى هذه الموسيقى وفي بالنا وفي خاطرنا إنه نحن لابد أن نرتقي بالذوق أو الذوق من خلال هذه الموسيقى. بالتأكيد كل واحد فينا جاه أو استنتج تصور وتذوق هذه القطعة من خلال ما يحسه هو. فأنا بالتأكيد لما أسميتها شواطئ الحنين، حس إني أنا محتاج لنوع من الفاقد الجواي شكلته لي هذه القطعة. ففي تراكم الأصوات الناتجة من التفاعل بتاعي أنا مع أساليب العزف، مع كمية الأصوات الصادرة في تداخلاتها، بالتأكيد شعلة من جمال. أنا أتمنى إنه فعلا تكون شعلة من جمال، وكل واحد فينا يكون حس هذا الجمال وأداه حقه في التقدير. المحطة الثانية عندنا هي محطة عالمية. بالضرورة أن نتوقف في أنواع المنتجات الموسيقية التي هي إضافة حقيقية للإنسانية. الإنسان في السودان أو في العالم لم ينتج حاجة جديدة، وهذه حاجة جديدة استغرق ما يستغرق من أوقات في أنه يوصل لنا فكرة صغيرة جدا في منتج كبير جدا. هذا المنتج تمثل في هذه الحلقة آلة البيز جيتار، واللي بنعرفها كلنا، اللي بتشبه الجيتار ذات الأربعة أوتار. أنا دائما أحاول أدخل في هذا البرنامج كثير جدا من الوسائل والمعينات اللي بتوصل المعلومة على أكمل وجه. فكلنا بنعرف الجيتار، سواء كان منه الهوائي اللي بيشتغل على الهواء أو اللي بيشتغل بالكهرباء وفيه سلك طالع منه. لكن نشوف البيز واللي هو أصلا صورة من صور الجيتار الكهربائي، لكن بأربعة أوتار، والأربعة أوتار هي تخينة شوية، بالتالي بتوجد أصوات تخينة. ونحن في كل أنواع التسجيلات بنستمع لهذه الآلة كآلة مجملة، وبتعمل لنا ما يعرف بالفوندامنتالز أو الأساس بالنسبة للمبنى، لأن الموسيقى هي عبارة عن مبنى يشيد بقواعد البناء المعروفة، سواء كان في علوم الهندسة أو في علوم الموسيقى. فالبيز المعروف زي ما قلت، لما يبتكر لنا واحد بيز من 15 وتر، بالتأكيد دي لغة من نوع آخر وده فهم من نوع آخر. كده نشاهد النموذج ده وبعدين نشوف كل واحد فينا هيقول عنه شنو.
مؤكد انه في دهشة، يعني لا يمكن انه يكون في بيز ب 15 وتر وفي جيتار بديني مناطق الوسط والمناطق الحادة، والبيز اصلا معروف انه في المجالات الصوتية هو المجال بتاع المنطقة الغليظة. فالراجل ده عمل لنا بيز من 15 وتر، بالتالي هو تجاوز منطقة المجال الصوتي لهذه الآلة أو لهذه الطبقة الصوتية، سواء كان هي طبقة صوتية آدمية أو طبقة صوتية بتصدر عن الآلات. فالراجل ده طلع بينا من خارج المجال بتاعه، وبالتالي هنا في مفاهيم علمية جديدة، لأنه بناء الآلة وتصنيعها يفترض يكون مبني على حسابات هندسية وفيزيائية دقيقة، لأنه في النهاية هو هيتعامل مع الأذن البشرية التي يجب أن لا تعطى أكثر من ما تستحق، لأنه في النهاية أنا أذني أو أذني غالية علي، وهي واحدة من حواسي هامة جدا جدا، فبالتالي لازم أحافظ عليها، لازم أحافظ عليها إنه ما أديها صوت أكتر من اللازم ولا أديها صوت أقل من اللازم، لأنه معروف إنه زي ما للعين البشرية مدى بتاع شوف، إنه الإنسان معروف تقريبا هو بيشاهد لما يكون في مسطحات أو في أرض سهلة أو في صحراء أو كذا، ربنا حباه القدرة على الشوف لحوالي كيلو وشوية، وبعد ذاك الأرض والسماء بيلتقوا في معرض خط الأفق، وممكن تزيد هذه القيمة عند من هم شواذ أو طفرات. ومعروف إنه زمان في التاريخ بيقولوا لنا الزرقاء هي كانت بتشاهد من البعيد، وكان بتخطر قبيلتها وأهلها عن الإغارة في حال إن هم جايهم مغير أو جايهم غائر، وكانت بتنبههم من بدري جدا، لأنه ربنا حباها القدرة على الشوف أكثر من اللازم، أكثر من المسافة المعروفة عند الإنسان العادي. فدرسنا أو قرينا عن إنه الزرقاء لما درست الجمجمة بتاعتها فعرف إنه هي تشاهد أكثر من 3 كيلومتر، ودي ميزة ربنا حباها بها، فبالتالي هي طفرة. فالراجل ده عمل لنا الطفرة بتاعت البيزا من 15 وتر، وخش لنا في مجال آلات تانية أو مساحات بتاعت مجالات أصوات تانية، وبقى البيز هو مكون من مجموعة أصوات قد تتداخل مع مجال الجيتار، لأنه هو أصلا طبيعة الشكل بتاعه الجيتار. لكن ما نلحظه في هذه الآلة إنه ما في صندوق مصوت، يعني ما عمل لها كرش زي كرش العود أو كرش الجيتار، ما عمل لها الصندوق المصوت ده اللي هو أصلا مهمته إنه يكبر الصوت، ودي في حد ذاتها ميزة. والميزة الثانية الأصوات الصادرة عن هذه الآلة حقيقي، يعني فيها كثير جدا من الدهشة، وفيها علمية ومعرفة دقيقة جدا بقيمة الصوت كذبذبة فيزيائية، وقيمة الصوت كأثر هو مخلوق عشان يوجد لي قيمة أثرية واضحة جدا جدا في نفس المتلقي. يا ريت إنه هذه الطفرات تحصل عندنا في السودان هنا، ونوجد منتجات تضيف للإنسانية وليست خصما على الإنسانية، لكن حقيقي الإضافة العلمية لا يمكن تجاوزها ما لم تكن مدهشة وما لم تكن فيها من الأساليب العلمية المقنعة مما يفضي إليه. أتمنى إنه لقدام من خلال هذه السلسلة، سلسلة تعالوا نمزق، نحاول نوجد بقية للكلام أنا وإنتو، وحلقة قادمة بإذن الله ومشوار جديد. لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.